لنقاش هذا القصف الصهيوني على مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية بالقرب من العاصمة السورية دمشق، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الخبير العسكري العقيد حاتم الراوي. أهلا بكم سيادة العقيد. أهلا بك وسادة المشاهدين. كيف يمكن تفسير الضربة الجوية لسلاح الجو الصهيوني ليلة أمس على أهداف قرب العاصمة دمشق في ظل تزايد هذه الضربات مؤخرا؟ أختي الكريمة، يعني هذه الضربات أخذت طابع معروف لدى القصف والداني. إيران تنتشر في سوريا بمواقع ذات حساسية عالية، فمثلا يعني في الجنوب تحت كل اتفاقاتها مع روسيا ومع النظام والى اخره باخلاء الجنوب وتنظيمه من ميليشيات ايران، اليوم نحصي نحن ما يقرب يعني بين 55 الى 60 قاعده او مركز او يعني تواجد ايراني في جنوب البلاد، يعني اي تحت ضلع اسرائيل. واما بالنسبه للمنطقه الشرقيه فهي تسيطر على معبر بو كمال الحصيبه او القائم لابو كمال، وتسيطر على الميادين وعلى دير الزور، بالاضافه الى تواجدها في محيط حلب. اما بالنسبه لمثل هذه الضربات، هذه الضربات يعني لم تعد تفعل شيء، فايران تحارب في سوريا بكلفه صفريه، يعني صفر تماما بدون اي تاثير عليها. هي تزج الميليشيات التي تريد التخلص منها اصلا، يعني التي لا تشكل اي اهميه لدى ايران، وخاصه ان اكثرها من خارج ايران. لكنها تابعه لايران سياده العقيد هذه الميليشيات. نعم هي تابعه لايران، لكن هي يعني لا اولا ايران معروف انها تحارب بالعقيده الشرقيه التي لا تعير اهتمام لعدد القتلى في جيوشها، هذا عن جيوشها النظاميه، فما بالك عن ميليشيات مرتزقه تاتي من هنا وهناك وتزج بها في سوريا، لذلك خسارتها وعدد القتلى لا يشكل شيء. اضف الى يعني ملاحظه واضحه جدا هذه نراها باعيننا، أن نعم. إيران لم تنقل جثة واحد من سوريا إلى أهله أو إلى إيران، هي تتركهم يموتون يعني يدفنون أو يتم التخلص منهم في المناطق التي يقتلون فيها. لذلك يعني أما بالنسبة للأسلحة التي تقصف فهي أسلحة يعني متوسطة، حتى ما تدعي إسرائيل أنها صواريخ ودقيقة وتشكل، هي عبارة عن تحريك الحالة بين إسرائيل وإيران، يعني قصقصت أظافر إيران بحدود معينة والسمح لها بالتمدد على هو ما يناسب إسرائيل وأمريكا. نعم، في هذا السياق بالحديث عن الميليشيات، كيف تنعكس هذه الضربات على قدرات هذه الميليشيات الموالية لإيران، لا سيما وأن الأنباء تتحدث عن مقتل القيادي في الحشد الشعبي صالح عبد الأمير القطراني؟ نعم، هو بدون شك يعني بدون أدنى شك أن مثل هذه الضربات تحدد من إمكانيات تحركات الميليشيات. مرت فترة كانت ميليشيات ايران تاخذ راحتها في سوريا اكثر ما تاخذ راحتها في ايران، اما الان فهي تتحرك يعني بتخفي، تتحرك بمحدوديه معينه في مناطق معينه، وهذا ما تريده اسرائيل، يعني اسرائيل تريد الابقاء على ايران انما يعني ضمن حدود معينه وبانضباطيه لا تتجاوزها إيران ولا تخرج عنها، هذا ما يحصل تماما في سوريا. هل تتوقع أن تستمر هذه الضربات التي تستهدف الميليشيات الموالية لإيران بمباركة الإدارة الأمريكية الجديدة؟ بكل تأكيد، يعني هذا برنامج مشى، وطالما أن إيران موجودة في سوريا فهي ستتلقى مثل هذه الضربات، لكن يعني بالمنطق وبالحسابات العسكرية لو أرادت إسرائيل أو أمريكا أو حتى روسيا التي تضرب إيران، والآن أتيك على حالة حصلت امبارح ليلا
لو أرادت أي جهة منهم إخراج إيران بالكامل تخرجها، لكنها تريد مبدأ، يعني لا تزال لها رغبة ببقاء إيران في سوريا. البارح مساء قيل أنها داعش، ونحن نعرف أن في بلاديتنا لا يوجد أي مخبأ لداعش، أن داعش قد تعرضت لمجموعة من ميليشيات إيران، ووجدت المجموعة مقتولة بطريقة تقطيع الرؤوس، يعني الجثث والرؤوس، هذا ما وجد في البادية دير الزور البارح ليلا. أين من أين جاءت هذه داعش؟ أنا أقول هذه داعش الجناح الروسي لداعش. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.